بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة فيديو جديد على قناتي. أنا كنت الأول بعمل لكم ريفيوهات عن أي جهاز كهربائي جبته جديد، بنعمل عنه ريفيو، بنشرح هو بيستعمل إزاي وكيفية استخدامه. انا جبت كيون فرن كهربائي، صراحة انا اول مرة اجرب الماركة دي، كان نازل عليه عرض حلو قوي، فقلت بقى ايه نشوفه كده، نفتحه مع بعض، نفتح العلبة بتاعته مع بعض. وقبل ما نفتح العلبة، هو 38 لتر، 38 لتر و1600 واط، وعليه ضمان سنتين، ده رقم الموديل بتاعه. طبعا قلنا بقى ايه، نجدد في المطبخ شوية، كلنا بنحب طبعا قرب شهر رمضان ان احنا نجدد حاجات في المطبخ. خلاص رمضان على الابواب قرب اهو، ربنا يا رب ان شاء الله يبلغنا جميعا رمضان ويعيننا على قيامه وصيامه باذن الله تعالى. وايه المواصفات حاطينها في الجنب التاني من العلبة، هو بيقولك للخبز والشوي انه اصبح سهل يعني ان شاء الله. انا عندي كان عندي فرن اللي هو سامسونج ومايكرويف، بس الحقيقة يعني انا قلت بقى ما اجرب كيون كده واشوف نظامه ايه، فلقيت ناس بيشكروا فيه على النت، وسعره كمان معقول، في اضاءة وفي 4 مفاتيح سهل التحكم، في مفتاح خاص بالحرارة، هو 38 لتر، التصميم بتاعه طبعا بيقولك تصميم انيق بجودة عالية، في برضو اللي هو موقد 60 دقيقة مع جرس تنبيه، في باب زجاجي موقد 60 دقيقة مع جرس تنبيه، في باب زجاجي كبير لرؤية اوضح، تحكم كامل بدرجات الحرارة، فرن ذات نفسه من الستانلس ستيل. هنفتح كده برضو ونشوفه من الداخل مع بعض. نفتح بقى العلبة كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قلت بقى لازم افتحه معاكم، نفتحه سوا ونشوفه. طلعنا من العلبة اهو. في برضو ايه ملحق تاني دي اهو اللي هو تمام، هنشيل بقى منه كيس، نشيل بس بقى ايه الكرتونه بتاعته دي كده على جنب، نشيل بقى الفيلم بتاعه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تا 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 تا. ادي شكله. هنفتحه كده نشوف الشكل الداخلي، ده الشكل الداخلي بتاعه. في اللي هو ده، شايفين الماسورتين دول، دي ودي اللي هو الفرن اللي في الاسفل تحت، في بقى فوق برضو ماسورتين زيهم تسخين الشوايه، لو عايزه مثلا تشوي حاجه او كده تمام، دي شوي من فوق. هنبتدي بقى كده نشوف كده الكتيب برضو مكتوب فيه ايه عشان نفهم اكتر. طبعا اي منتج انت بتجيبيه لازم طبعا، حتى لو اتفرجتي على ريفيو او كده او شفتي حد مجربه، لازم برضو تفتحي الكتيب اللي مع الجهاز. نقفل بس باب الفرن الاول. لازم تفتحي الكتيب عشان برضو تفهمي فيه اكتر، لان طبعا اي منتج هما بيبقوا مخصصينه لتعليمات معينة يعني عندهم. دي اول حاجة قايلين عنها. هنا بقى ايه شارحين كل قطع فيه على ايه، او كل زرار تحكم عبارة عن ايه بالظبط كده. بصوا هو 1600 واط و50-60 هرتز، يعني عشان اي منتج مكتوب عليه 50-60 هرتز ده بينفع مع الكهرباء بتاعت مصر يعني. بصوا عبارة عن ايه بقى، حاجاته بسيطة يعني، ده المقبض، ده طبعا الرف، ده الرف سلك. بصوا عامل زي الفرن اللي هو اي فرن عادي، ده رف سلك طبعا بيتحط في النص، وده اللي هو الدرج اللي تحت، بيتحط تحت هنا كده تمام، وده بيتحط هنا الرف التاني،
تحطيه بقى زي ما انت عايزه بقى، عايزه تحطي هي فوق شويه تحت شويه على حسب طبعا انت هتعملي كيك او هتعملي مثلا تشوي فراخ او هتعملي اي حاجه من المخبوزات. في بقى بالنسبه للزرار ده، ده اللي هو بتاع اللمبه اللي هي جوه هنا، عايزه بس ادلكوا الاضاءه بتاعت الموبايل. بصوا اهي هي اللمبه دي تمام، دي اللمبه دي طبعا عشان تشوفي شكل الاكل بقى اذا كان استوى او كده. بالنسبه بقى الزرار التاني ده، ده اللي هو بقى بتاع الحراره مايسترو بتاع الفرن. طبعا عايزاه الحاجه الاكل على درجه حراره 100 120 150 180، طبعا لو عامله كيك او كده لحد 250 لحد 250 درجه خلاص. طبعا الحته دي المؤشر ده، ده هو اللي بتحددي عليه اهي، عايزه مثلا 100 عايزه 120 150 250 طبعا على حسب نوعيه الاكل، اذا كنت مثلا بتعملي فراخ او بتعملي كيك او كده. اوكي بالنسبه بقى للزرار الثالث ده، بصي ده وضع ده كده وضع الايقاف، ده كده مش شغال حاجه ولا شوايه ولا فرن، لما تيجي توقفي علشان الاكل خلاص يكون استوى وتطلعي الاكل بقى. اوكي تدفيه طبعا الاول قبل ما تفتحي الباب بتاع الفرن، قبل ما تفتحي باب الفرن بتروحي حاطاه على هنا كده، ده وضع الايقاف. بالنسبه لهنا ده كده وضع الشوايه، ده وضع الشوايه اللي هي العلامه بتاعتها اللي هي الماسوره اللي فوق دي، ده وضع الشوايه. بالنسبه لهنا ده وضع الفرن، لما تلاقي حته الماسوره دي كده الشرطه دي كده من تحت. اوكي هنا برضو لو عايزه تشغلي بقى الاثنين مع بعض، فرن مع شوايه، بتعملي الفرن مع شوايه تحطي بقى المؤشر عليها، نرجعها تاني بقى كده لوضع الايقاف. دي بقى ده الزرار بتاع الساعه، عشان بتحددي انت الاكل بتاعك مثلا عايزه عارفه ان الاكله دي مثلا هتقعد 10 دقائق 20 دقيقه 30 دقيقه 40 دقيقه لحد 60 دقيقه لحد 60 دقيقه. طبعا اللمبه الحمراء دي بتنور لما بيكون الفرن شغال تمام. ممكن انت مثلا لو عايزه تعملي كيك او تعملي مثلا بسبوسه، بتحطي البسبوسه زي الفرن العادي على فكره يعني، بتحطي البسبوسه في كده الحته اللي في النص دي، احنا ان شاء الله هنبقى نجرب عملي مع بعض هنا كده تمام. بتشيلي السلكه دي طبعا، بتشيلي بتحطي وبتشيلي بايه؟ بالمقبض مش بايدك ولا قفازات ولا الكلام ده، بالمقبض كده بتشيلي كده. اوكي وهنا برضه هكذا نفس الشيء، هو يعني سهل زي الفرن العادي بتاع البوتاجاز يعني، وزي طريقة اي فرن تاني. لما نيجي بقى نغسله على فكره ما تحطوش تحت الميه خالص زي اي حاجه، بتجيبي طبعا فوطه مبلوله وتمسحيه، لو في طبعا اي رواسب او دهون يا ريت يبقى غسيله اول باول. بتشيلي طبعا القطعتين دول وممكن السلكه والدرج التاني ده بتغسلهم تحت الحنفيه عادي، بعد ما بينشفوا خالص بتحطيهم في الفرن. بالنسبه للفرن لو في دهون مثلا وقع تحت او كده، بيجي بفوطه يعني مبلله حاجه بسيطه طبعا يكون مطفي ما يكونش شغال، وتمسحي كده بسيط بسيط خالص كده، ويا ريت ايدك تبقى فيه على طول عشان ايه ما يكونش فيه اي دهون او رواسب، ما يتراكمش عليه دهون او رواسب. خلاص هنجربه بقى ان شاء الله عملي ونشوف مع بعض. وده كان ريفيو النهارده عن فرن كيون اللي هو ال 38 لتر 1600 واط. ان شاء الله يا رب اكون افدتكم في الفيديو ده، ونجرب بقى تجربه عملي كده عشان نشوف مع بعض نظام الفرن ده. هقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم يا رب علينا جميعا، ويعيننا يا رب على قيامه وصيامه بإذن الله جميعا، ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله. وما تنسوش بقى حبيبي إذا استفدتم من الفيديو اشتراك ولايك، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جديدة. مع السلامة.